عن مشاركتك النهارده في مهرجان طواف حب مصر. والله النهارده انا بشارك في مهرجان طواف حب مصر، انا مشاركه معاهم من حوالي 3-4 شهور. ترتيب المهرجان في البدايه خالص، طبعا لما كان اتعمل النهارده اول مؤتمر، فانا حبيت طبعا لما دعوني على هذا المؤتمر، لان انا بيعتبروني جزء من المنسقين او المشاركين في هذا العمل، فالحمد لله جيت احتمال اقدم يعني اي مشاركه في فعاليات المهرجان. ربنا يسهل، كانوا بيتكلموا معايا على ان انا اقدم المهرجان.